أن قوات النظام والميليشيات الموالية له فضلا عن القوات الروسية يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، ليس ضد أبناء سوريا فحسب وإنما ضد العالم أجمع. منجزي وعدكم، سيكسر القيد ويفك الحصار ولن يسمحوا بإذن الله تعالى مهما كلفهم. إن ذنب كل السوريين ومأساتهم وعذاباتهم في رقبة هذه العصابة وفي رقبة العقيد عبد الجبار الأجادي تحديدا الذي دخل حلب وأصر على دخول حلب. الأهالي الحائرون العاجزون حتى عن الهرب. الأهالي العاجزون عن الهرب، كلاما لم ينطلي على أحد أو حتى على من خرج من أحياء حلب التي كان الإرهابيون يتواجدون فيها. ذبحونا، أوف، أنا 4 سنين محاصر مشان أولادي. لا في لا أكل ولا شرب ولا شيء طاول. الحمد لله، هلا صرت بخير. الله محيي الجيش العربي السوري. الحمد لله، الله ما دخلنا الجيش، دخلنا الأمان. الله ينصر الجيش العربي السوري. ولكن لا يبقى القلق المعتاد مرتسما على جبهة الأمم المتحدة. قلق من هنا وقلق من هناك، إلا عن قلق حقيقي غائب من هذه القذائف التي ضبطت ويوجد منها المئات، والتي كانت وجهتها سابقا أحياء حلب الآمنة ومدنيها، ولكن اليوم باتت قيد الضبط. عبر شاشاتهم كانوا يتوعدون ويهللون لمزيد من التخريب، وعبر شاشاتهم أيضا يخرج أزلامهم يرتدون الزي العسكري زورا ويمهدون لهزيمتهم التي باتت اليوم بيد قبضة رجال الجيش السوري. دمرت حلب وهجرت حلب ولم يبقى من شيء وسرقت بسبب قبائل المعارضة. نعم، بكلمة واحدة أريد أن أؤكد هنا، إن ذنب كل السوريين ومأساتهم وعذاباتهم في رقبة هذه العصابة وفي رقبة العقيد عبد الجبار الأجادي تحديدا الذي دخل حلب وأصر على دخول حلب، وأن أهل حلب يكون كل الحق في أن يقولوا وأن يعرفوا لماذا تم دخول حلب، وربما الوقت لا يسمح بذلك. نقص في الغذاء وعدم توفر للأدوية والمعدات الطبية أيضا كانت جزءا من حملات تسولهم على أبواب الإليزي. ولا يوجد هناك مشافي، ولا يوجد هناك مراكز طبية، هذه المشافي والمراكز الطبية دمرتها الطائرات الروسية. ولكن الصورة خدعتهم عندما دخلت الكاميرات ورصدت حجم الدمار الذي ادعوه في المستودعات تلك، وبات العويل على من كان الراصد للتحريض، والوعيد هو الحاضر. يا عناصر الفصائل، قادة الفصائل يئسنا من مناداتهم، ناديناهم كثير وكل ما ناديناهم بالشرق بيجاوبونا من الغرب، بناديهم يتوحدوا بكون انفصلوا اكثر واكثر. كنا بنتمنى نشوف قائد فصيل واحد شجاع يطلع يحكي للناس اللي عم يصير، يطلع يحكي للمدنيين خطتهم، يطلع يفاوض على الاقل مشان اخراج المدنيين والجرحى من داخل حلب لخارجها. للاسف ما شفنا ولا قائد شجاع بيستحق الاحترام. امام الحقيقه، ها هي مستودعات ضخمة لمواد غذائية كان الإرهابيون يمنعونها عن الأهالي، موادهم الإعلامية التي كانت حاضرة بمخزونها الحاقد لم تجد اليوم على شاشاتها إلا التغني بإسرائيل وقدراتها ضد المقاومة. مش بس غارات اعترف فيها وزير إسرائيلي، الجيش الإسرائيلي نشر خريطة بتفرجيك بيت بيت حي حي. ولكن ذلك ليس بالغريب على من يعتبر إسرائيل دولة عربية ضمن مواده الفيلمية. في ترتيب الدول العربية، قطر هي الأقل فسادا في المرتبة 22 عالميا، تليها الإمارات ثم الأردن في السعودية. اليوم حلب تحررت وتطهرت ولبست رداء نصرها على من حاولوا رسم السواد على جدرانها، فلا هم بقوا ولا أصواتهم صدحت كما كانت، إلا أن آثارهم ستبقى الشاهد على الخراب والإرهاب.